بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا موضوعنا عنوانه العاطفة المقدسة، ويمكن القصيدة الجميلة دي بتاعت من ألحان برباص من أجمل المشاعر اللي هي تحفظ العاطفة المقدسة، مشاعر حب المسيح لما تدخل القلب، حب المسيح لما يدخل القلب ويتملك عليه، عمر ما العاطفة بتاعتنا تنحرف أبدا ولا تدور على حب تاني، وأي حب يتوافق مع حب المسيح ويدخل في دايرته أهلا وسهلا به، وأي حب خارج عن حب المسيح وما يليقش إنه يدخل في دايرة حب المسيح احنا بيعينه ومستغنيين عنه وما يلزمناش. هسأل الأول بقى، ربنا حاطط فينا عاطفة، هل العاطفة دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة وليه؟ هل العاطفة حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ واللي يجاوب يقول لي ليه. اتفضل. حاجة كويسة لأنها بتنظم تصرفات الإنسان مع اللي حواليه. طب ما العقل ممكن ينظم. شكرا، تفضل. لما غيرها هبقى مكنة بتتحرك بدون مشاعر، مش عارف اعبر عن حبي لربنا كويس. تفضل. من غير العاطفة مش هتستمر الحياة، العاطفة والمشاعر. انت شايف ان الحياة ما تمشيش كده من غير العاطفة خالص، ما تمشيش من غير المحبة والعاطفة ما تمشيش. شكرا. ايوه حبيبي. من غير العاطفة كل التصرفات هتبقى مصلحة وبس. من غير العاطفة الإحساس هينعدم. لو واحد غني مثلا مش هيدي الفقير، هيفضل غني غني والفقير فقير. كمان احنا مش عارفين نوظف العاطفة بتاعتنا صح، يعني ساعات نوظف العاطفة بتاعتنا بطريقة غلط. يعني هي حاجة كويسة، حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت. ساعات احنا بنوظفها غلط، هي حاجة كويسة وحاجة وحشة في نفس الوقت. ايوه ساعات احنا انا مثلا بوظفها غلط، اتعلق بيت في وقت الدراسة دوت بيدمر لي مستقبلي ان انا اوظف حاجة كويسة. ساعات بتدخل معايا شمال، طب ومين اللي يمشيها شمال ويمين؟ يبقى قصدك تقول ان هي اصلا طاقة نافعة وجميلة ربنا حاططها فينا، لكن حسب توظيفها بقى. مش انت عايز تقول كده؟ يتوظفها شمال يتوظفها يمين، يا ربنا اللي يسوق يا الشيطان اللي يسوق. حسب يعني عربية جميلة بإمكانيات جميلة ممكن تفيدني تخليني أروح بيها مشاوير وأخلص بيها وأودي بيها ناس وكده، ولكن حسب اللي سايق، في واحد يعمل بيها حوادث ويموت بيها ناس، واحد تاني هيوصل بيها ناس ويخدم بيها ناس، حسب اللي سايق. فكرة جميلة. تفضل يا حبيبي. هي شيء جميل. ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله، وربنا مش ممكن يخلق حاجة وحشة، هي شيء جميل. كويس، جميل جدا. طيب العاطفة قبل ما نبتدي نتكلم عليها وعلى توظيفها زي ما انت قلت وعلى توجيهها وازاي تتقدس،
لازم نعرف ايه موقعها داخل قوى الانسان. الانسان فيه مجموعه قوى بتتفاعل مع بعضها وتشتغل مع بعضها. اهم قوه موجوده جوه الانسان خالده هي الايه؟ الروح. الروح دي نسمة حياة من الله، زي ما بيقول في المزمور: تخرج روحهم فيعودون إلى إيه؟ ترابهم. يعني من غير الروح الإنسان يتحول إلى جثة هامدة، شوية تراب، مش كده؟ فدي قوة تحيي الإنسان، مش كده؟ هي نسمة من الله بتتغذى على كلام الله، بتتغذى على تسبيحه، بتتغذى على الفكر بتاعه، وتتغذى على العشرة معاه والشركة معاه، مش كده؟ الروح دي منطلقة دايما عايزة تمسك في ربنا. في قوة موجودة في الإنسان. إيه تاني موجود في الإنسان؟ ها؟ النفس من أهم مكوناتها، ناخد المكون الرئيسي، العقل. قوة جبارة في الإنسان، متميز بها الإنسان عن أي حد تاني، العقل. العقل ده بيميز وبيوزن الأمور وبيقدر وبيقيم وبيقود الإرادة، زي الروح ما ممكن تقود الإرادة، العقل بيقود، يعرفك تمشي في السكة دي ولا تمشي في السكة دي ولا تمشي في السكة دي، أنه الأفياد لك. العقل بتاعنا كلنا في ميزان اسمه المكسب والخسارة، عندنا كلنا إلا لو واحد بعيد عننا مش عاقل. ها؟ اي انسان عنده العقل في ميزان اسمه ميزان المكسب والخساره، تبص تلاقي يقول لك لا الموضوع ده يبقى فيه خساره، وقف. حتى لو انت ميال ناحيه يقول لك لا ده فيه خساره، وقف. حتى لو في شد كده وجذب للموضوع ده، العقل يقول لك لا استنى لما نوزن الامور يمكن يكون فيها خساره، لا الموضوع ده فيه مكسب، انطلق امشي فيه. ها؟ حتى السيد المسيح كان ايه ينقش معنا في عقلنا كده بهذا الميزان، ينقش الميزان يقول لك ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وايه؟ فكروا معايا هتنتفع بايه لو كل الدنيا دي بقت في جيبك وخسرت نفسك وهلكت وفقدت كل شيء. يبقى في ميزان جوه عقولنا اسمه ميزان المكسب والايه؟ والخساره. العقل ده قوه مهمه لازم اديله ايه؟ مكانته. ها؟ هو والروح، الروح الاول وبعد كده العقل، اديهم ايه؟ مكانته. وبعدين هنحط نمرة ثلاثة العاطفة. اللي هي المشاعر. اللي هي اللي بيدور جوه القلب. من انفعالات، من مشاعر، من أحاسيس. مشاعر الحب، مشاعر الكره، مشاعر الغضب، شعر السلام، دي ايه؟ العاطفه. واضح؟ عندنا قوه تانيه مهمه اسمها الايه؟ الغرائز. الغرائز دي نعمه برضو كبيره من ربنا عطيها لنا. طبعا العلماء هم اللي سموها الغرائز، في ناس بيسموها الدوافع الداخليه او الدوافع الجسديه، ولهم تصنيفات كده كانوا بيقولوا عليهم 14 غريزه، وبعدين قالوا دلوقتي بيقولوا عليهم دول غريزتين بس والباقي دوافع. ما يهمناش التصنيفات دي، بس انا يهمني اديكم بس نماذج بس للغرائز. يعني مثلا غريزه الاكل، الجوع. يقول لك فلان بيشقى طول النهار عشان لقمه الايه؟ العيش. انه عايز ياكل وياكل ولاده. بيتعب عشان ياكل. ولو جاع شويه تلاقي غريزه الجوع ايه؟ نبهته، بطنه بدات ايه؟ تتحرك وتقول له انا جعت، انا فاضي، انا جعت، عايز اكل. طبعا غريزه كويسه، من غيرها الانسان يموت يعني. ها؟ مش هيقدر ان هو عايز ياكل، مش هيقدر ان هو محتاج وجسده ده محتاج طاقه، هيبتدي يضمحل لحد لما يموت. غريزه ثانيه مثلا زي غريزه الخوف من الخطر. كل واحد فينا عنده ايه؟ هذه الغريزه، يلاقي خطر يبعد. كلها غرائز نفع عن الحياه ولا ايه؟ او غريزه ثانيه مثلا زي غريزه حب الاستطلاع. دي غريزيه موجوده فينا، طبعا مش قويه عند كل الناس زي بعضها، لكن غريزه.
لو مفيش حب استطلاع ما كانش المكتشفين اكتشفوا لنا اسرار معادلات الفيزياء والجاذبيه والقوانين كتير، ما كانوش اكتشفوا الامريكتين وراحوا دوروا في اعالي البحار وبعيد وتعرضوا لمخاطر، كل ده عشان عنده حب ايه؟ استطلاع استكشاف. ما كانوش المكتشفين الكبار اكتشفوا لنا الادويه واخترعوا، كل ده حب ايه؟ استطلاع. دي غريزه كويسه موجوده فينا. الغريزه الجنسيه اللي هي الميل ناحيه الجنس الاخر، الميل لاقامه شركه مع الجنس الاخر لاستكمال انسانيتنا. والانسان ذكرا وانثى كده يبقى انسان. احنا الذكور احنا نص انسان، بنستكمل انسانيتنا بالجنس الاخر. هذا الميل الطبيعي لاستكمال الإنسانية، الميل ناحية الجنس الآخر والتعرف عليه والدخول في شركة حياة معاه اللي هو سر الزيجة، دي الغريزة الجنسية جوانا، طاقة جوانا ميل. بس الغرائز دي لازم تكون منضبطة في المكان المناسب في الزمان المناسب. منضبطة في الزمان والإيه؟ في المكان. أنا هتكلم بس عنها عشان مش هرجع لها تاني، عشان هرجع تاني أمسك العاطفة. فالغرائز لازم تكون منضبطه، ما ينفعش واحد ياكل كتير يوم يوجع بطنه، ما فيش واحد ياكل في ميعاد غير ميعاد الاكل. كويس لما اروح البيت يقول لك انا جعت، يروح خاطف حاجه من اي محل ويقول لك انا جعت لازم اكل، حتى الناس تشوفه ماشي في الشارع عمال بياكل كده بشكل، مش ده المكان بتاع الاكل ولا ايه؟ ولا ده الزمان بتاع الاكل كده. الغريزه ما تقوليش بقى دي غريزه كويسه ربنا حطينا فيها حطها في، ايوه هي غريزه كويسه بس لازم تكون منضبطه ومقدسه، لازم تكون ايه؟ منضبطه ومقدسه، ولازم نمرنها على كده. فكركم الصيامات الكنيسه دي عباره عن ايه؟ تمرين على الانضباط، طبعا ليها فوائد كثيره روحيه كثيره قوي وانسانيه، لكن هي من اهم فوائدها الصوم تدريب على الانضباط. ده مش هاكل منه في الوقت ده مش هاكل خالص، انا دلوقتي مش هاكل غير بعد الساعة 12 او بعد الساعة 2، ده التدريب على الانضباط مش كده؟ كل الغرائز كده، غريزة الجنسية ليها وقت ليها الزمان المناسب والمكان المناسب، ما ينفعش انها تستعمل في غير وظيفتها، ما تنفعش تستعمل الجنس او الغريزة الجنسية للزواج مش للهو ولا المتعة في الغريزة الجنسية في ذاتها، لا، المتعة في الشركة مع الآخر والعطاء للآخر. الغريزة الجنسية مقدسة برضه وزي العاطفة بس ليها الوقت المناسب والمكان المناسب. حب الاستطلاع برضه لازم يكون غريزة ايه؟ منضبطة ولا ايه؟ ولا ينفع امد ايدي في جيب اي حد وقول معلش بس انا صراحه انا شايف كده في حاجه في جيبك بس مش قادر امسك نفسي لازم اعرفها، اروح مالي دي اللي في جيبه؟ يا سلام، دي حاجه ده اسمه فضول مش كده؟ وقله ادب، يعني ضعف في السيطره على النفس، ان انا يبقى عندي حب الاستطلاع اتعدى على خصوصيات غيري، ده كده يعني الادب بتاعنا مش مظبوط لان انا تعديت على خصوصيات غيري، صح كده؟ ادخل عند واحد صاحبي افتح دولابه هو يروح يعمل لي شاي وانا افتح حاجه من بتوعه واتفرج فيها؟ ما ينفعش. الغريزه موجوده لكن لازم تكون منضبطه. واضح؟ فاحنا عندنا اربع قوى رئيسيه بتتحكم في مسيره الانسان، الروح والعقل والعاطفه والايه؟ والغريزه. نعمل فوكس بقى على العاطفه. تعالوا بقى ناخد الايه، بس انا حبيت احط لكم الايه؟ الترتيب ده. الترتيب ده يمشي كده. كده يبقى مظبوط. روح عاطفه غريزه. ما تنفعش عاطفه غريزه عقل روح. ما تنفعش عاطفه روح عقل غريزه برضه ما تنفعش. ليه؟ تعالوا نشوف نجرب.
لو واحد حط الغريزه نمره واحد ده يبقى ماشي ورا ايه؟ اقل حاجه فيه، ماشي زي الايه؟ زي الحيوانات، بيدور عايز ياكل وعايز كذا وعايز كذا، بدون عقل يحكم الموضوع، بدون انضباط، بدون الروح اللي عايزه تسمو بيها ربنا، بدون مشاعر. ها؟ ما ينفعش. العاطفه لو حطيناها فوق هتلاقي الواحد يوم فوق ويوم تحت، العاطفه دايما متقلبه، المشاعر بسهوله تتقلب، ملهاش ميزان زي العقل ميزان، العاطفه دايما تتقلب. فلما نحط العاطفه في الاول تلاقيه انسان يقول لك ده فلان ده انفعالي، انفعالي يعني كثير الايه؟ التوتر، يفرح قوي قوي ويزعل قوي قوي، يصاحب قوي قوي ويعادي قوي قوي. مفيش حاجه يا حبيبي معتدله شويه، هو انت يا اما فلان ده يا حبيبك ليل ونهار معاه، يا اما عدوك وبتحاربه، مفيش كده اعتدال. يقول لك اصل ده انفعالي، حاطط العاطفه ايه في الاول. فاهمين؟ لا، الترتيب السليم ان الروح ثم العقل ثم العاطفه ثم الغريزه، كل واحد ياخد مكانه من غير ما يجور على الثاني. زي كده ايه؟ لو اسره قاعده في العربيه، ولدين مثلا عند باباهم ومامتهم، مثلا الاب بيسوق وممكن تريحوا الام شويه، لكن لو خدنا طفل من الاطفال حطيناه على عامل القياده مش مكانه، ممكن يبهدل الاسره كلها، يأذي الأسرة كلها. العاطفة لو ما اتحطتش في مكانها تأذي الإنسان على بعضه، تضيعه. الغريزة لو ما اتحطتش في مكانها تضيعه. فاهمين؟ طيب، احنا عرفنا العاطفة بركة من ربنا، وعرفنا إن العاطفة عرفنا مكانها، وعرفنا إزاي لازم تاخد مكانها بالظبط. لا زيادة ولا إيه؟ ولا نقص. السؤال بقى الثاني، إزاي العاطفة تبقى مقدسة؟ تقولوا لي الأول طب احنا عايزين نشرح كلمة مقدسة، تشرحوا لي يعني ايه مقدسة؟ يعني ايه مقدسة؟ ليها أكثر من معنى؟ اللي يعرف يعني ايه حاجة تبقى مقدسة؟ حشاور بين عليا. مكرسة لربنا. برافو، ده أول معنى. كلمة مقدسة يعني مكرسة، مخصصة لربنا. مخصصة، حاجة مقدسة يعني حاجة مخصصة، مكرسة يعني بتاعته. كويس أوي، مخصصة لله. يبقى التقديس هنا معناها التخصيص والتكريس. كويس قوي. وايه تاني؟ اتفضل. هنتكلم على الجنس الاخر، احنا هنتكلم على الجنس الاخر. لا، انا بتكلم على كلمه مقدسه. لو تسمح تقول لي يعني ايه مقدسه غير كلمه مكرسه او مخصصه؟ الروح بيتحكم فيها اكتر من الروح والعقل. حط الروح دايما مع العقل، ما تسيبش العقل، ما تركنش العقل على جنب، مهم اساسي العقل، من غيره ما يبقاش البني ادم بني ادم. الروح مع العقل. اتفضل. بعيدة عن الشهوة والأنانية. كويس، جميل. ها؟ منضبطة، حكمها صح، منضبطة، محكومة صح، يعني متوجهة في الاتجاهات السليمة، مش متبعترة يمين وشمال. ماشي، كان المعنى اللغوي بتاع مقدسة، أنا عندي المعنى اللغوي. ها؟ مكرسة أو مخصصة، ده صح في المعنى اللغوي. إيه تاني؟ ايه معنى تاني مقدسة؟ انتوا عارفين؟ يعني ايه؟ يحكمها الله. تختلف
جميل. لو احنا حكمناها لوحدنا من غير ربنا هتختلف، يحكمها الرضا. فضل حاجة ما اقدرش اغيرها. يعني ايه؟ مخصصة لله، ما تأثرش على الخطية. طب ما نقول يعني نقية، يعني طاهرة، يعني ما فيهاش شوائب، حاجة مقدسة يعني نظيفة. ده معنى تاني. يعني المعنيين الرئيسيين بتاع كلمة مقدسة إن حاجة نظيفة ما فيهاش خطية، ما فيهاش شوائب، ما بيدخلهاش نجاسة، ما بيدخلهاش شر، ما بيدخلهاش دنس. مش كده برضه؟ يبقى احنا عايزين العاطفة تبقى مقدسة يعني مخصصة لله، وتبقى مقدسة يعني طاهرة، ما فيهاش شوائب وما فيهاش نجاسة وما فيهاش خطية. كيف تصير العاطفة مقدسة؟ ده سؤال واسع خالص، كل واحد يقدر يتكلم فيه، كل واحد هسمعه. كيف تصير العاطفة مقدسة؟ كل واحد هيقول لي حاجة. اتفضل. يعني استشارة أب الاعتراف بتبقى العاطفة مقدسة؟ ولا الاعتراف نفسه كمان بينظف فيها، برمي الحاجات الوحشة بكنسها وارميها فتنظف العاطفة كمان تنظف، وبعدين آخد إرشاد أبونا. جميل. اتفضل. ما خليش الغريزة تتحكم فيها وتوجهها اتجاه خاطئ. جميل. ازاي العاطفة تبقى مقدسة؟ تخرج عن ايه؟ ما فكرش في الخطية، ما اديهاش فرصة انها تميل ناحية الخطية. قصدك؟ ماشي. اتفضل. أكون حاطط دايما ربنا قصادي، يعني قصدك إن العاطفة تبقى شبعانة بيه، فما تحتاجش، اللي شبعان مش محتاج بقى يدور على حاجة تانية. أكون حاطط دايما ربنا قصادي يشبع عاطفتي. بس يا جماعة الكلام اللي هنقوله ده اللي هو ده اللي هننفذه، ها؟ إحنا مش بنكتب، بنقول تأملات هنحطها في كتاب وننشرها. إحنا عايزين نعيش. اللي بنقوله ده هو اللي عايزين نعيشه. مش كلام كده عشان يعني نملى القعدة كلام. ده احنا اللي هنقوله ده هو اللي احنا عايزين نعيشه، نلتزم بيه كلنا، انا وانت كلنا مع بعض. اتفضل. زي انا اللي اتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيا. ممكن تديني مثلا؟ مثلا قصدك ان العاطفه ممكن تميل مثلا ناحيه بنت معينه؟ اقول لك العاطفه هتجرجرني في اتجاه خاطئ مش مناسب ومش طاهر، يبقى انا لازم ايه؟ انا اللي اتحكم فيها واضبطها مش هي اللي تتحكم فيا. قصدك كده؟ اللي قدام مش انت كنت رافع ايدك؟ كويس. العقل والروح هما اللي يتحكموا في العاطفة، فكده تبقى مقدسة، يعني هنحافظ عليها في الإطار المقدس النظيف النقي. اتفضل. طبعا التقديس ده نعمة من الله، يبقى لازم أدخل نعمة ربنا تقدس لي العاطفة. ها؟ يبقى أنا أواظب على الصلاة، الصلاة تقدس العاطفة وتقدس كل حاجة. الصلاة اللي بيواظب على الصلاة بياخد نعمة للتقديس، مش احنا اللي هنشتغل من نفسنا. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا ايه؟ احنا ضعفاء يا جماعة، احنا ضعفاء، عشان كده بنصلي.
عشان ما نقدرش نستغنى عن ربنا. اللي ما بيصليش ده الظاهر ان هو فاكر نفسه قوي وده اول واحد هيقع. ها؟ كان احنا ضعفاء فمحتاجين نصلي على طول ليل ونهار عشان ناخد قوه ونعمه. عشان احنا ضعفاء في حاجات صغيره بنتكعبل ونقع زي الشطرين. ها؟ ما يقعش غير الايه؟ اللي فاكر نفسه شاطر ومستغني عن ربنا. ازاي العاطفة تبقى مقدسة؟ اتفضل. الكلام اللي احنا بنقوله ده عايزين ان احنا نحوله في حياتنا، احنا بنشرح مش متأملات او شعارات. هي دي اكيد نفس كل واحد فينا ان هو يحولها في حياته عشرة. بس يمكن تبقى صعبة علينا حتى لو ابتدينا فيها وعملنا فيها تقدم ولو ملحوظ بنلاقي ان احنا رجعنا تاني. يعني لو اهملنا بنرجع. طبعا لو اهملنا بنرجع، لكن لو سابرنا خلاص هنثبت. وهنحس بقيمة الصلاة، وهنحس بقيمة الإنجيل، وهنحس بقيمة القداس، وهنحس بالنعمة اللي احنا بناخدها. يعني واحد ده طعم الغنى فمعاه فلوس، يحب تاني يرجع يبقى فايل؟ ها؟ يكسل وينام على روحه وما ينزلش الشكر؟ طب ما يتفقر وهيجوع. طب انت دقت الجوع ودلوقتي بتاكل احسن اكل، تحب ترجع جعان تاني؟ يقول لك لا، انا كده كويس قوي، انا عايز اكتر. فاللي جرب الصلاه وجرب نعمه ربنا وواظب وخد قوه من ربنا ومنتصر في حياته، طبعا يعني ما اعتقدش ان هو يحب يرجع مذلول ومستعبد للخطيه تاني ومتبهدل الشيطان مبهدله تاني. ازاي نقدس العاطفه؟ استكمل بقيه الاراء. ازاي؟ مين تاني كان رافع ايده؟ الصبر. كويس قوي. ايه تاني غير الصبر؟ ها؟ التزام بالاعتراف والاصوات. ايه تاني؟ ما ايه؟ ما بدلش زمان بزمان. يعني ايه؟ لما مثلا عجبت معنى ايوه ده مش وقت دلوقتي، بدلش الزمان اللي هو المستقبل كل شيء له وقته اصلا. برافو. دلوقتي مش سن الصداقة ولا هو مش صداقة يعني، لكن مش سن الاختيار. سننا في ثانوي مش سن الاختيار ولا سن الارتباط. كان زمان زمان ايام جدودنا الفلاحين كان الشاب يتجوز وهو عنده 16 17 18 والبنت تتجوز عندها 12 13 15 وكان ايه الحياه كانت بسيطه خالص. في شويه زرع وشويه تربيه مواشي ودواجن خلاص. ما كانش الحياه زي دلوقتي محتاجة علم ومحتاجة خبرات ومحتاجة تكاليف مادية عالية جدا. فده مش سن النضج بتاعنا في الحياة الصعبة دي. يعني لو جبنا ناس من القدام دول يعيشوا النهاردة معانا يعني يضحك عليهم بسهولة مش كده؟ وما يعرفوش يمشوا في الحياة المعقدة اللي احنا عايشين فيها مش كده؟ فإذا النهاردة لسه مش سن النضج اللي احنا هنختار فيه شريك الحياة. انا بقول حتى لو بنت عندها 17 ولا 18 ولا 19 سنة بقول لسه بدري خالص. وشاب مثلا عنده 23 سنة بقول لسه بدري. خبرته خد ايه في الحياة؟ خبرة عشان يقود بيت ويبقى زوج ويبقى اب. لازم يشتغل شوية، لازم يحتك بالعالم شوية، لازم يعيش مع ربنا وياخد قوة سنين طويلة تبص تلاقيه بقى قوي، بقى قادر ان هو بعد كده يؤهل لان هو يكون زوج ويكون اب مش اقل من 25 باي حاجه. طبعا يعني في استثناءات قليله ممكن تكون موجوده، لكن الحياه النهارده مش حاجه بسيطه. فما يجيش بقى زي ما اخونا بيقول لنا دلوقتي ان انا استبدل زمان هيحصل بعد 10 سنين عايزه دلوقتي. طب انا كده الوضع ايه؟ العاطفه هي اللي هتتحكم فيا مش انا اللي هتحكم فيه. اقول لها لا حسبي مش دلوقتي. الجنس الاخر ده كلهم
فوق راسي محبة واحترام بدون تخصيص، بدون تخصيص، مش زمن التخصيص، الكل زي بعض. مش هشوف حاجة صفة كويسة في شخص هشبط فيه، مش هشوف صفة كويسة في بنت هشبط فيها، لا. طب انا هشوف صفات تانية في بنت تانية، بس دي يمسك في دي. العاطفة كده على فكرة ما عندهاش مشاكل، ان هي تشبط في دي النهاردة وتشبط في دي بكرة وتشبط في التالتة بعد بكرة. العاطفة لو سبناها من غير ما تبقى منضبطة كده ما ينفعش. مش عايزين نبقى زي ما باراباس كده بيقول صاحب العار الذي لوث نفسه. ها؟ لو شبع الإنسان بحب ربنا زي ما أنت قلته في الأول من خلال كل الطرق بقى، خلال الصلاة، من خلال حب كلمة ربنا، كلام ربنا بينقي، أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي إيه؟ ها؟ كلمتكم به. بالتناول من الأسرار المقدسة، بالتأمل في الصليب زي الأحام براباس دي، بالتأمل في محبة ربنا معانا، تلاقي العاطفة شبعانة مش جعانة. بيجرب في التوبة حضن الآب، بياخد حضن، بيجرب دايما محبة المسيح المذبوحة على المذبح. حد يا جماعة شاف راعي بيذبح نفسه عشان يوكل الحملان بتوعه؟ لما نشوف دايما الراعي يرعى شوية غنم ويكبرهم ويسمنهم وبعدين في الآخر إيه؟ يذبحهم ولا يبيعهم عشان يستفاد بيهم. الراعي الصالح بتاعنا بيذبح نفسه وبيوكلنا كل يوم على المذبح. ده مش موضوع يشبع العاطفة عندنا، في حب أعظم من كده. المسيح أثرنا بحبه، أثرنا عاطفة تبقى مقدسة بالتأمل في محبة المسيح المذبوح على المذبح باستمرار. مرة زمان زمان أبونا شوي كامل كان زمان يحب يروح يصلي عند الست دميانة في الدير بتاعها في البراري. ما كانش لسه وقتها دير، يعني كان كنيسة كده والقبر بتاعها، ما كانش لسه فيه راهبات. فمرة من المرات كان معاه أحد الآباء الكهنة وكان يصلي قداس إيه؟ نار في السماء بدموعه كده وبقلبه. فبعد القداس فبيقول لأبونا، كان بيشاركه في القداس، بيقول له إيه؟ بيقول له أبونا بصراحة أدي الأداديس ولا بلاش؟ قال له أبونا أنت شكلك فرحان. قال له أبونا اللي أنا شايفه ده يعني أجمل صورة أنا شايفها، المسيح مذبوح فوق المذبح عشان الست دميانة وهي مذبوحة تحت المذبح عشان المسيح. قوة الحب، المسيح بيتذبح علشاننا وإحنا كمان بنبذل الحب ومذبوحين علشان. أصل أنتوا عارفين تروحوا الست دميانة هتلاقوا الكنيسة اللي بيسموها المنامة فيها تحت كده مكان كبير فيه من جوه الرافات بتاعت الست دميانة جسدها وجسد الأربعين عذراء، وفوقيها على طول في الايه؟ المذبح. فالمسيح مذبوح من أجلنا وإحنا لو مذبوحين من أجل المسيح. هو ده الحب، حتى يبقى له طعم، مش حب من جانب واحد. ما يبقاش المسيح بيحبنا موت موت، مش بالكلام، أصل في ناس تقول لك أنا بحب فلانة موت، أو ده صاحبي ده أنا بحبه موت، ها؟ كلام. لا، المسيح بيحبنا موت، بس بجد احبنا حتى المنتهى، حتى الموت والصليب، مش كده؟ ما يبقاش هو بيحبنا موت واحنا بلاده الدنيا فينا سوريا جفاء كده، ها؟ مفيش عاطفه. ايه ده بقى؟ فين العشره مع ربنا اللي فيها حراره فيها حب؟ فابونا بشير كان ملاحظ كده لما بيروح ست دميانه بيحس كده، بيقول شايفين ادي الحب. شوف المذبوحين من اجل المسيح تحت المذبح والمسيح مذبوح من اجلهم فوق المذبح. هو ده المستوى اللي احنا عايزين نوصله. عاطفه زي كده تلاقيها عاطفه مقدسه. اوعوا تفتكروا ان اللي هيحب ربنا هتبقى عاطفته ايه؟ جامده وناشفه ومفيش حب للناس. مين قال؟ بس حب من صنف مظبوط، ما في حب يضيع، حب دلع. يقول لك ايه؟
فلان ده انا بحبه فجايب له حاجه حلوه، ايه حبيبي اللي انت جايبه له ده؟ لا لا حاجه كده يعني مزاج، يعمل بيها مزاج، جايبها له ببلاش. نهارك ابيض، ده حب؟ واللي يحب واحد يأذيه يقول لك معلش عشان المزاج. انت العقل راح فين؟ فين الحب؟ اوعى تفتكروا اللي بيعزموا على بعض السجاير ولا بيدعوا لبعض للقهاوي دول بيحبوا بعض. الست دميانه كانت بتحب ابوها ولا لا؟ ايه رايكم؟ كانت بتحبه ولا لا؟ عملت ايه؟ بعتت له جواب شديد اللهجه من حبها ليه. بعتت له جواب شديد اللهجه باحترام طبعا، قالت له بس يا بابا اللي انا سمعته ده انا مش متصوره، انا ما كانش نفسي اسمع كده، بس من هنا ورايح انت في سكه وانا في سكه، تنكر المسيح حبيبك والهك اللي فداك عشان ايه؟ عشان تفضل ملك ولا والي؟ عشان امور زمنيه تبيع الحياه الابديه؟ تبيع الغالي بالرخيص؟ ازاي؟ من هنا يا بابا ورايح انا ماليش دعوه بيك، وانا مش ممكن تبقى انت ابويا. حب، حب مظبوط، مش ندلع ونطبطب، حب. الاخر بكى، بكى، ادي الحب، بكى وتاب وراح اعترف بالمسيح وخد اكليل الشهاده. واللي عمله اكتر من كده في سيره القديس يعقوب المقطع، اوريك ازاي العاطفه اللي ممكن تغير مسار الانسان. القديس يعقوب المقطع ده كان راجل من بلاد فارس، ما اعرفش انتوا عارفين قصته ولا لا، وكان بيشتغل جندي عند الملك وتعرف ان هو مسيح، فقالوا له تعالى بخر للاوثان، فبخر الأوثان، فزوجته وأمه بعتوا له رسالة شديدة اللهجة، قالوا له إحنا مش عايزينك تيجي تاني عندنا، إحنا بنحبك وبنصلي لك، لكن اللي أنت عملته ده أنت هتهلك. كلموه كلام عن حب المسيح، كلموه كلام، بكى بكاء وتاب وراح اعترف بالمسيح قدام الوالي. قال له جرى لك ايه؟ قال له انا مسيح، مش ممكن ابيع المسيح، وانا غلطت لما سمعت كلامك. قال له هقطعك حتت، قال له اعمل اللي انت عايزه، قال له جاب، قال له اللي انت عايزه. جاب الراجل معاه سيف حامي جدا وبقى يقطع فيه عقله 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 في صوابعه، وبعدين ايديه ورجليه حتة حتة لحد لما ما بقاش فيه جسم، فخلاص بقى نزف أغلبية دمه فكان هيموت. فبقى يقول له يا رب أنا ما فيش، ما عنديش إيدين أرفعها وما عنديش رجلين أقف عليها عشان أكلمك، لكن نفسي في يديك كل حين، اقبل يا رب روحي واقبل حياتي دي ذبيحة من أجلك وانتقل. شوفوا الحب والعاطفة تعمل إيه. وفي عاطفة تودي الإنسان جهنم، يمشي وراها الانسان يتجنن في عقله ويلخبط، ايه ده؟ هي عاطفه، بس عاطفه مش مقدسه فضائل. العاطفه لما تشبع بالمسيح تبقى مقدسه، ما تشبع بالمسيح عن طريق وسائط النعم، عن طريق المواظبه على الصلاه، عن طريق الشبع بكلمه ربنا، تبقى عاطفه مقدسه. فكركم يا جماعه، القديسين دول اللي راحوا باعوا الدنيا وعاشوا في الصحارى والجبال، دول ما كانش عندهم عاطفة؟ ده عاطفة جبارة، عاطفة خلتهم احتملوا البرد والحر والألام والجوع والعطش من أجل عظم محبتهم في الملك اللي المسيح. هو الحب ده ايه؟ عاطفة. أنا بس عايز أرجع تاني للكلام اللي احنا قلناه في الأول، إن العاطفة حلوة، الإنسان ما فيهوش حاجة وحشة، بس إزاي بتتوظف؟ لو اتكرست لربنا تمجد ربنا، لو اتكرست لعدو الخير وللشر تبقى نكبة على الإنسان وعلى اللي حواليه. يعني خدوا نموذج المرأة الخاطئة،
مرة الأشخاص دي ما عندهاش عاطفة؟ طبعا عندها عاطفة وعايزة تشبع بالعاطفة، فتروح تترمي في حضن أي واحد. لما حبت المسيح وحست إن ده الوحيد اللي بيحبها، الباقيين عايزين متعتهم، أنانيين بيستهلكوها، لكن المسيح هو الوحيد اللي جاي يديها، مش جاي مش عايز منها حاجة. فحبته، شعرنا لأنها بتغري بيه الناس، بقت تمسح بير بين المسيح. عينيها دي اللي كانت تقعد تعمل فيها أشكال كده علشان تجيب الناس الزبائن، بقت دموع زي أنهار دموع كده تغسل بين المسيح. فمها ده اللي كانت بتستخدمه في الخطية، ما بتقبل بيه قدمي المسيح زي ما بيقول في صلاة الأجبية: أعطيني يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أقبل أن أدل قدميك اللتان أعتقتاني من طريق الضلال. أقدام المسيح دي اللي اتسمرت على الصليب هي اللي حررتنا من عبودية العدو، حررتنا من طريق الضلال. دعني مستحقا أن أدل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، فأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك صوت الممتلئ الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك. إذا الست كل الحاجات اللي كانت بتستخدمها في الشر، حتى البرفانات الفخمة والطيب الفخم اللي كانت بتحطه علشان تشد الناس، كبرت تحت رجلين المسيح، بقت تمسح قدميه بدموعها وشعرها. ايه ده؟ كل حاجه موجوده فينا ممكن تتوظف توظيف مقدس، وتبقى يعني تمجد الانسان، وتبقى سبب بركه للانسان. مش عايز حد في يوم الايام يقول العاطفه والغريزه اللي فيها حاجه وحشه، يا ريت ما كانش فيا ابدا. انت لو ما عندكش عاطفه مش هتحب ربنا ولا تخدمه ولا تبقى خادم حلو، وتبذل نفسك وتنسى نفسك وتتعب وتبقى فرحان. لو ما عندكش العاطفه دي مش هتتمتع بالانجيل، وتقعد تقرا وتغرف منه بالاسفار الكامله كل يوم، تقرا صفحات واسفار وتتلمس مع حب ربنا فيه، وتبكي وتقول يا رب انت يا رب بتعمل معايا كل ده وانا ما كنتش دريان بدنيتي، وانا مش دريان يا رب، بيقعدوا يتحايلوا عليا عشان اقرا اصحاح في اليوم. اصحاح ايه؟ ده انا يا رب هقعد بقى زي داود النبي كده ما كان بيقعد يلهب في ناموسك نهارا وليلا. العاطفة لما تتوجه صح تبقى عاطفة مقدسة، تبني الإنسان، تبني شخصيته، تبقى مشاعره مشاعر منضبطة ومشاعر حرة في نفس الوقت، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. دي ايه؟ عاطفة صح. أشارك إخواتي بحبهم، الحب يعني البذل، مش الحب يعني انا نفعي بدور على مصالحي، انا احبه ليه ده؟ هاخد منه ايه؟ الله كده. هو الحب يعني انك انت تاخد ولا تدي؟ ها؟ حب يعني ايه؟ عطاء. عطاء بس. الحب يخلي الانسان يفرح. اخر حاجه بقولها لكم على التعامل مع الجنس الاخر في العاطفه، اتفقنا ان العاطفه لازم تبقى مقدسه ومنضبطه علشان خاطر ترفع من الانسان، ما يتوظفش اتجاه خاطئ يدمر الانسان. التعامل مع الجنس الاخر يستلزم اربع او ثلاث حاجات مهمين قوي. ان انا اولا اتعامل دايما تعامل لو كان فيه هدف محترم بنتعامل من اجله، يعني التعامل يكون تعامل هادف وليس تعاملا عابثا، يعني مش بتسلى زي ما اللي مش منضبطين بيعملوا، يرفع التليفون يكلم اي حد ويقعد يلابي معاه. لا، لازم يكون تعامل هادف. لو في حاجه في مجال التعامل في هدف معين خلصناه خلاص. نمره اتنين، يكون التعامل مع الكل زي بعض بدون تخصيص. هندخل في التخصيص هنعمل حته في مشاكل العاطفة هتتشعب، وأنا مش عايز كده، عايز عاطفتي محترمة أحافظ عليها، طاقة أحافظ عليها عشان أعرف أنغنغ زوجتي وولادي،
ان انا ايه عندي ابعت الطراش يمين وشمال على فلانة وعلانة ولا على خطير. بدخل العاطفة الإنسانية الجميلة دي والغريزة للزواج عشان أفرح زوجتي وأولادي وأفرح كل اللي حواليا. اللي بيبعت العاطفة يمين وشمال مش هيلاقي عنده بيت، مش هيلاقي عنده بيت. لكن اللي هيبقى محوش ويدخر العاطفة بتاعته وما يوديهاش يمين وشمال، ده يبقى ايه؟ غني في الحب ويفرح بيته جدا جدا جدا. يبقى نمرة واحد تعامل هادف، نمرة اثنين تعامل مع الكل باحترام وبود وبدون تخصيص، نمرة ثلاثة التعامل يكون في النور. التعامل يكون في الايه؟ في النور، ما يكونش تعامل في الضلمة. في الضلمة يعني ايه؟ ها؟ من ورا الناس زي كده. التعامل عن طريق الموبايل ده تعامل في الضلمة، التعامل عن طريق الشاتنج في النت تعامل في الضلمة، الحاجات اللي ايه اللي من ورا الناس. لا لا لا، انا تعاملي في النور. لو في تعامل يعني في هدف مع الكل زي بعض باحترام وفي النور، ما بداريش حاجة، ما بتكلمش بعد نص الليل، مش الكلام ده. انا مع عاطفتي لازم تكون مقدسة، تعامل مع الكل باحترام. نقطة كمان النظرة للجنس الآخر، لازم ننظر نظرة محترمة، إن دي إنسانة ما هياش جسد، إنسانة ما هياش شيء هيباع ويشترى، حاخده ألعب بيه وألهو بيه وفي الآخر أرميه. دي إنسانة ليها كرامتها وليها تفكيرها وليها تطلعاتها وليها شخصيتها. دي إنسانة ما نزورهاش كجسد، لا هي مش شيء. ولذلك حتى بعد كده في الزواج يا جماعه ده مفيش مانع ان احنا نقول لكم دي ثقافه مهمه عشان بعد كده انتوا تبقوا ازواج واباء. زوجتك دي مش هتبقى انت حاجه تمتلكها، الاشياء تمتلك لكن الانسان لا يمتلك. احنا بنشترك مع بعض، احنا شركاء في حياه زوجيه. مش على فكره اعرفي بقى من النهارده مفيش مش عارف ايه، في ايه، مفيش ايه، تقعدي هو ايه؟ لا، في حاجه اسمها تفاهم وفي حاجه اسمها حب وعطاء، تلاقيها هي بتخضع لك وتقول لك يعني انا سعادتي في ان انا ارضيك، سعادتي في ان انا افرحك. لازم النظره للجنس الاخر ما تكونش نظره جسديه. ساعات السيدات، بعض السيدات البنات يعني بغباء شديد يلفت النظر الى الجسد. طب وانت فيكي جسد بس، انت بتختزلي نفسك ان انت جسد بس. فين انسانيتك؟ فين شخصيتك؟ فين فكرك؟ فين تطلعاتك؟ فين مواهبك؟ انت مجرد جسد؟ لا، انت اعظم من كده بكتير. ليه تختصري نفسك؟ ليه بتشاوري وبتلفت النظر لما فيكي من تراب؟ طب ما انت فيكي حاجات تانية، قوة تانية، مواهب جميلة تانية، فيكي عقل وفيكي مواهب وفيكي إمكانيات. ليه ما تلفتيش النظر للإمكانيات دي؟ ليه تخلي الناس تعاملك إنك أنت حاجة بتستهلك وبيلهوا الناس بيها؟ ها؟ بس احنا مالناش دعوه. حتى لو لقينا هذا الصنف متواجد، وده متواجد طبعا زي الرجاله بقى، تلاقي واحد بيلفت النظر لنفسه كده. طب انت كده ولا انت انسان عندك ها من الصنف بتاع اللي بيبقى جوه المخ ده، جوه الجمجمه، وبيبقى الانسان كده عنده امكانيات وطلعات وعنده مواهب. يعني الانسان ده مجرد طول بعض جسد، شويه لحم، شويه تراب. لا، انا كانسان عارف القوه اللي فيا، ما لفتش النظر لما فيا من تراب، لكن انا انسان متكامل في التطلعات. البنت ما هياش الشيطان زي ما بتقول البنات. الولاد ده مش هم زئب خاطبها زي ما في ناس بتتصور. ابدا، بنتي دي انسانه مخلوقه على صوره ربنا، انظر لها كانسانه ما انظرلهاش كجسد. اتعامل معاها بتعامل زي ما قلت لكم
احترام المحبة بدون تخصيص، بالتعامل الهادف مش العبث والتسالي الفارغة، والتعامل في الايه؟ في الموضوع. اكتفي بالجزء ده، وإذا كان فيك منافس تسأله أنا أو تعلق أنا تحت أمره. قول ربنا المجد الدائم. حد عنده تعليق أو سؤال؟ طب ممكن نسمعه؟ التعامل دايما والكلام يبقى بالنور. بتسال عليها ليه؟ هي عيانه مثلا وما جاتش الدرس يعني؟ لا عادي، زي اخوات. لا لا مش اخوات، انت غير شغل. اخوات حاجه ثانيه. وليكن. هتسال عليها، اسال على كل البنات اللي غابوا، كل الولاد اللي غابوا، اشمعنى البنت دي بس؟ دخلنا كده في حته تخصيص شويه، ولو تطورت تتعبك. فاهمني؟ يعني انا عايز اسال على الكل بمحبه للكل. دي زي دي زي دي زي دي زي ده زي ده زي ده، كله انا بحبه واحترمه. لكن دي بالذات هركز عليها، دخلنا في بؤره التخصيص، زي واحد ماشي في سكه كده وقع في حفره راح نازل معرفش ايه. لا، العاطفة هنا هتتشعل مع مرور الوقت، هتتشعل. تعرفين يا جماعة مثلا تلاقي مثلا اثنين بيشتغلوا في مكتب، مكتب كبير مثلا حكومي فيه ناس ايه كتيرة، وبعدين في اثنين قاعدين جنب بعض، يعني مكتبين جنب بعض، ده بيخلص شغل ودي بتخلص شغل. فطول ما هم قاعدين بيرغوا، حتى لو هي متزوجة وهو متزوج، تعرفوا هذا التخصيص الـ يعني غير الارادي، يعني هو مش هم ما كانوش قاصدين، بتتكون بينهم علاقه. ولو هم ما ضبطوش نفسهم، على الاقل طرف واحد يضبط الامور، ممكن تتطور العلاقه الى امور خاطئه. لان مجرد لان العاطفه دي الحب بوجه عام مركب مركب مركب، بيتفاعل مع بعض زي حاجه بتسبكها، بتاخد وقت مع مرور الوقت بتتسبك. فقاعدين جنب بعض وشغل وشغل، بيتكلموا مع بعض، شغلهم مشترك، بيتناقشوا في امور الحياه، بيتكلموا، فبقى في مساحات مشتركه. دخلنا بؤرة التخصيص. ممكن لو ما انضبطوش وظبط امورهم وخلوهم في شغلهم ما لهمش دعوه ببعض، هتبص تلاقي يدخلوا في اخطاء. دخلنا هندخل في اخطاء. فاحنا دايما نكون حريصين يا جماعه. بؤرة التخصيص لا، التخصيص فقط في سر الزواج. ساعات سر الزواج نتكلم بقى، اقول لكم ازاي الانسان هو ان يسيب ربنا هو اللي يختار له، ويصلي كتير من اجل الموضوع ده. يقول يا رب انا عايز حاجه من هناك، مش بحسب استحساني انا، لكن انا عايز حسب استحسانك انت، انت اللي عارف مين المناسبه ليك. ده موضوع ثاني كبير يعني، احنا ناخده احنا لما ندخل جامعه. حتى لو كنت احنا كذا واحد في المدرسه، ما انا بقول لك تتعامل مع الكل سواسية، مع البنت زي الولد زي كذا، بتسال عليها، تسال على دي وعلى دي وعلى دي، وتسال على الكل. وبسرعه مش هنشبك بقى ونحكي حكايه. مش مانع ربنا قوي. انا مش بقول لك ما تتعاملش. اذا ما كانش في مجال التعامل خلاص مش هنخلق المجال. لكن لو في مجال التعامل النقي الواضح الهادف، تعبير عن المحبه للكل، بسال على الغايه. حد عنده اي تساؤل او فكره او تعليق؟ طيب هصلي معاكم الاول ولا تاخدوا الجوائز الاول؟ نصلي مع بعض وبعدين نقعد مش عارفين هدايا وحاجات تانيه. Oh.
لكي نعيش رب مقدسين لي جسدا ونفسا وروحا. نعيش ربي بحسب وصاياك اللي بتقدسنا. انت عطينا روحك القدوس يا رب يعمل فينا يقدس ويكرس كل امكانياتنا ومواهبنا وعاطفتنا. سددنا ربي فيك لكي نكون دائما متقدسين بيه. سددنا في كنيستك المقدسه لان فيها يا ربي نبيع التقديس والتطهير من الاسرار المقدسه اللي بتخلينا نغير ثيابنا وتتقدس مره اخرى في دمنا. يا رب يسوع المسيح اسلمنا يا ربي لكي توظف كل طاقتنا يا رب لتنفيذ اسمك. اذا كانت روحنا او عقلنا او عاطفتنا او غرائزنا تبقى مقدسه كلها لينا يا رب تمجد اسمك. باركنا ودينا يا رب نعمه ان احنا نكون شهود امامك في وسط العالم. بركه امنا الست العذراء، بركه كرزنا مريم الرسل، بركه القديس ماري جيرفس والقديس الانبرت فوليوس، بركه كل مصادر الملائكه القديسين، بركه صوم ابائنا ورسل الاقدار. استجبنا عندنا مقبول الشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اذن الذين قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين بها. لا تدخلنا التجربه لكن نجينا الشرير في المسيح يسوع نرتدي. أحب الله الآن ونعمل كل الوحيد ربنا وإلهنا وكل اسم يسوع المسيح شرككم أيضا عبيد الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.